تصور أنت 10 من الناس يضربوا فيك بساقيهم على راسك. دخلت في غيبوبة، أربع سوايع في دنيا أخرى، راسي مضروب كما ترى توك، شوف يدي راسي، عندي ارتجاج في المخ وعندي خلع في كتفي. ناس ماهيش ما تعرفش ربي، ناس معناها وصلت تضرب من غير رحمة، ناس معناها وصلت تكسر لك وجهك وفمك. توك رجعت نتكلم بالسيف خاطر فمي كان بالحق ما نجمش نتكلم. هددوني أكثر من مرة، شدوني في بلايص مظلمة وكل، وهددوني إذا كان معناها ما نبعدش من طريقهم راهم باش يعاملوني ويعاملوني. فيهم الطلبة وفيهم الناس اللي مطردة، والفاك حتى ما تنجمش تعملهم حتى شيء. والفاك تعرفهم بالاسم وباللقب وتعرفهم الكل، لكن ما تنجم تعملهم حتى شيء خاطر الناس نافذة سياسية. علمنا الإدارة من عملاول إنه فما ناس دخلت معها أسلحة بيضاء في بريود معينة، وعلمناهم بالاسم ولقب، راهو فلان الفلاني راهو جاب السلاح أبيض وراهو جبدوا على شكون وراهو هدد به شكون وراهو، وحتى أمس وقتها معناها وصلتنا معلومات إنه شو تم شكون فيهم عنده حديد في كرتبلته. إذا كان الكلية مش قادرة تحمي معناها محيطها، تحمي الطلبة اللي تقرأ فيها، مش نحكوا على أي جامعة، معناها على دنيا السلام معناها. شنو مشكلتك بالضبط؟ شنو حكايتك؟ احكين. انا طالب في دخلت نتفاوض مع العميد، عندنا برشا مشاكل. مشاكل داخل الجامعة متعلقة بالطلبة. دخلت باش نتفاوض معاهم وفكينا المطالب. وقت اللي خرجت فما طرف نقابي اعتداوا عليه بالعنف. عنفوني أكثر من 10 من الناس معناها بساقيهم وبريديهم على وجهي وعلى راسي. طرف النقابة هذي بالحق ديما يدعو العنف، متهمجين على الأخر. يعني تصور أنت 10 من الناس يضربوا فيك بساقيهم على راسك. دخلت في غيبوبة، أربع سوايع في دنيا أخرى، راسي مضروب كما ترى توك، شوف يدي راسي، ثم اثار على وجهك، على راسي وعلى وجهي، وعندي ارتجاج في المخ وعندي خلع في كتفي بالحق، معناها حاجات ما تنجمش تتخيلها في مخك. ما عملت حتى شيء، ما رديتش الفعل اصلا قبل ما هذا كلك صار من دون سبب، فقط لا لي شيء، لاني فكيت المطالب. طرف النقابة هذه معناها معروف عليه الهمجية اللي عنده في الكلية الكل. الميليشيات متاع هذوما ناس ماهيش ما تعرفش ربي، ناس معناها وصلت تضرب من غير رحمة، ناس معناها وصلت تكسر لك وجهك وفمك. توك رجعت نتكلم بالسيف خاطر فمي كان بالحق ما نجمش نتكلم. حالة وصلت لها معناها ودارنا معناها ما نحكي لكش. ناس ما فهمتش انك كيفاش مازال موجودين في الجامعه. طلبه معناها يقروا معاكم؟ فيهم الطلبه وفيهم الناس اللي مطرده، والفاك حتى ما تنجمش تعملهم حتى شيء. والفاك تعرفهم بالاسم وباللقب وتعرفهم الكل، لكن ما تنجم تعملهم حتى شيء خاطر الناس نافذه سياسيه، وناس وراها اطراف، وناس ما تنجمش حتى الفاك تكلمهم خاطر اخواتهم شكون وعندك فلان، والناس تعرفهم بالاسم واللقب. لا حسيب لا رقيب لا حتى شيء، ما يحكم فيهم حتى حد. سيدي جا معناها عندهم قضايا عنف، هددوني اكثر من مره. اصلا قبل ما يضربوني الصباح زاد هددوني وقالوا لي نعملوا لك اذا كان ما توصلش تروح تو. وقبالها برشا مرات معناها هددوني وحصلوني في بلايص معناها شدوني في بلايص مظلمه وكل، وهددوني اذا كان معناها ما نبعدش من طريقهم راهم باش يعاملوني. قبل ما نسالك شنو يحبوا منك، كان في بالهم انك باش تتقابل مع العميد مثال وتتفاوض معاه؟ هما كانوا يعرفوا انه احنا اذا معناها وصلنا للفاكر باش نوصلوا نتفاوض مع العميد. دخلنا للعميد وهم قبل ما ندخلوا هددوني، جاوني اشخاص قالوا لي اذا كان كل شيء موثق بالفيديوهات والتصاور اضافه للفيديوهات نتاع الفاك، جاوني هددوني قالوا لي اذا كان ما توصلت معناها تدخل للعميد، واذا كان ما تمشيش تروح توك تهبط البندرول نتاعك وتمشي تروح رانا باش نوصلوا نعملوا لك. الناس الكل في بالها العميد ورئيس الجامعه جوني للسبيطار. يعني تضربت نهار الاثنين معناها لحد الان اللي توي كالتوكم مروح من السبيطار وكل شيء، يعني حاله مزريعه على الاخر. العميد في باله وكل شيء، ما نطلب حتى شيء، طالب انه الاداره والامن ياخذوا لي حقي خاطر عملت عريضه وباش نمشي نشكي، وحقي باش ناخذه بالقانون اكهو.
هم اذا كانوا هم يحبوا على العنف احنا ما نمشيوش وراه، هم يحبوا على العنف احنا باش ناخذوا حقنا بالقانون. اللي عملوه فيه الناس ما تعترفش بالقانون جمله، خاطر سيدي جا هم من شعاراتهم العنف والهمجيه، والناس الكل تعرف الشيء هذا في الجامعه في تونس كامل. مانيش طالب حد شيء، فقط انه طلباتي انه الاداره تنصفني، طرد الناس هذوما تخرجهم علينا من الفاك، نحبوا فاك نظيفه كما سبق قلت، الفاك تتسع للجميع ما عدا الهمج والكلوشارات والناس اللي معناها توصل تضرب من غير رحمه. ثانيا نطلب من الامن انه ينصفني، خاطر كل شيء الادله وكل شيء ثابته والشهود والناس الكل تعرف اللي انا ما ظلمت حتى واحد فيهم، هم وصلوا اعتدوا علي لا لشيء، فقط اني وصلت فكيت المطالب اللي بالحق شعاري اني نعاون الناس. انت واحد من الطلبه، احكي لنا. نعم، بقبل كل شيء نحب نحكي معناتها نعطي تعريفيه صغيره على حسام ولد عمر. حسام ولد عمر طالب بالجامعه بكليه، طالب ناشط، طالب عنده عامين هو ينشط مع الطلبة، معناتها ينشط في إطار يدافع على حقوق الطلبة، يساعد في الطلبة، يعاون في الطلبة، معناتها إنسان معروف، إنسان عاقل، إنسان متربي برشا، ماهوش دعاة العنف، إنسان ما يضرش العباد، ما يظلمش كيف كيف. بالنسبة لي صار معناتها للأسف اليوم في 2022 فما معناتها ناس ما تأمنش بالاختلاف، ما تأمنش بالتعدد حتى التعدد النقابي، فما ناس تقول لك الساحة ساحتي أنا بركة، ما غير ما نحب حتى أي طرف آخر معايا. اللي قاعد يقوم به حسام يقول لك أنا إنسان نعيش في بلاد من حقي نحب نعيش فيها كما أنا نحب نعاون الناس، نحب نحقق مطالب الناس. مطالب الناس كيفاش تتعرض للعنف؟ بقيت أربع سوايع في غيبوبة، مشي للسبيطار، ضروا فيه 10 يضربوا فيه على راسه، كذا كيفاش؟ نعم، اللي تعرض له هو لا لي شيء، خاطر وصل فك مطالب كبيرة، مطالب ناس عندها سنين في الجامعة ما نجمش تحققها. فيش تتمثل مطالب؟ تتمثل تتأبسط حاجة، يقول لك جاء حسام قال لهم أنا ما يساعدش أنه الطلبة اليوم في 2022 في عصر التكنولوجيا نوصلوا نهبطوا له نتيجته قدام الناس الكل، تفرش فيه الناس الكل. اليوم طالبين أنه يصير سيت رابط مع تخاص بالمعهد يحفظ تعريفية شخصية معطيات الطالب، أنه تهبط نتيجته ما يعرفها حتى حد بخلافه هو، مسجلاته كيف الشخصية ما يعرفها حتى حد بخلاف الطالب المعني. من بين الحاجات اللي البير اللي نهارت الحادثة ساهم في تحقيقها، معناتها صحيح تمت الموافقة ووعدته الإدارة باش تشرع في تنفيذها. كيف طالب قال لك ما برشا حاجات معطلة، كيما الأنشطة الثقافية، كيما الأنشطة البيداغوجية، كيما نحبوا معناتها تكون عندنا بنية تحتية قوية، تكون عندنا كيما نقولوا معناتها أقسام تهيئة فيها الويفي، فيها برشا مطالب معناتها اللي تهم الطالب واللي تجي مع مصلحة الطلبة وصل حققها. فالناس هذوما نغروا ما حبوش معناتها كيفاش معناتها يوصل يعمل هكايا، فجاوبوه بالعنف، حبوا يهرسلوه، حبوا يضربوه، فعلا هرسلوه وضربوه. حاضر وقت اللي اي انا حاضر وريت معناتها، ومش انا بركة، اغلبية الطلبة اللي في الكلية حاضرة ورات هالاطراف هذيا اش عملت، رات الاطراف هذيا. شنو حكاية الاسلحة البيضاء اللي قاعدة تدور داخل للأسف اليوم فما نوعية من الطلبة تقول لك أنا ما تحترمش حتى حرمة الجامعة، تدخل بأسلحة بيضاء، تدخل تضرب اللي تحب هي، ما عادش فما هيك الجامعة، فما ولت غابة يدخل فيها الناس الكل، يضربوا فيها باللي يحبوا، يعملوا فيها اللي يحبوا، لكن احنا نحبوا دولة القانون، نتفاعل قانونها، نحبوا حق حسام ياخذوا بالقانون، ما نحبوش ردوا الفعل بالفعل، هما ردوا بالعنف، احنا نحبوا نردوا بالقانون، نحبوا هالأطراف هذه تتحاسب قانونيا، نحبوا الإدارة تنصفوا كيف تنصفوا إداريا، مانا طالبين حد شيء، طالبين أنه الأطراف هذه اللي تم بالضبط اللي عنفت حسام تتحاسب بالقانون. أعلمنا الإدارة من عملاول أنه فما ناس دخلت معها أسلحة بيضاء في بريود معينة، وعلمناهم بالاسم ولقب، راهو فلان الفلاني راهو جاب السلاح أبيض وراهو وجبدوا على شكون وراهو هدد به شكون وراهو، وحتى أمس وقتها معناها وصلتنا معلومات أنه تم شكون فيهم عنده حديد في كرتبلته. معناها أنت سامحني اليوم إذا كان الكلية مش قادرة تحمي معناها محيطها وتحمي الطلبة اللي تقرأ فيها، مش نحكوا على أي جامعة معناها على دنيا السلام معنا. وبالنسبه للاطراف هذوما راهي الفاك تعرفهم وبالاسم واللقب وتعرف تاريخهم الدموي وتعرف اسمائهم معناها ما همش جدد عليها،
عندهم قضايا عنف معناها في بلايس وكل معناها بخلاف الجامعة. ما نجموش اليوم نرمي اللوم على حتى حد إلا على الإدارة اللي ما نجمش معناها تحمينا. اليوم طالب منها تنصفني هي والكل معناها والقانون ينصفني وناخذ حقي. أنت تقرأ مع حسين؟ كنت نقرأ في كلية لكن الآن ما عادش. شنو اللي قاعد يصير اليوم وشنو اللي صار لحسين؟ حاليا معناتها تنجم تقول حسين خونا معناتها حب انه يفتك مطلب من مجموعه مطالب من الاداره لكن وتعدى بمجموعه مراحل تصعيد النقابي وفعلا افتك مجموعه مطالب اساسيه وحقيقيه لداخل الجامعه اللي قعد يناضل عليها لمده ايامات واسابيع ومن اول العام والعام اللي فات وهو يخدم على هذا المسار واللي هو افتكاك حق الطالب وايضا توعيه الطالب في الحقوق. في النهايه في حين افتكاكه لمجموعه المطالب تم الاعتداء عليه من قبل مجموعة طلبة عندهم انتماءاتهم النقابية وعندهم خلافاتهم ومن إلى ذلك، لكن توجهوا في خيار الاعتداء على هذا الطالب اللي حب يفتك الحقوق، لكن في بلاص ما أنه يتجهوا للاحتفال أنه كيفاش افتك مجموعة المطالب هذه، اتجهوا للاحتفال بطريقتهم هم، تم الاعتداء عليه. اعتداء بالضرب. يعني اليوم يعني ممكن مش حسين معناه الاخر، ممكن فما ضحايا اخرى. اليوم حسين وغدوة الطالب العادي وغدوة اي واحد مهما كان ينجم يتضرب من هذه المجموعات من هذم اللعبات. معناتها كي نتفرجوا على الفيديوهات ونراو تصور وحاجات وحشية، معناتها كيفاش 7 و8 و9 و10 طلبة يتجمعوا باش يضربوا شخص واحد ويتجهولك لمجموعة ما عندهاش غرض للتوجه إلى العنف. حسين كلمتك الأخر. الجامعة عموما اليوم في خطر، الناس هذوما معناها نفس الأسباب معناها في عهد بن علي هي اللي خلت السلطة تدخل الأمن للجامعة اللي هي عرك معناها في الجامعة. اليوم الناس هذه تحب تعاود ترجع الامن للجامعه. الامن مستحيل، احنا مستحيل نرضوا انه الامن يدخل الحرم الجامعي. الممارسات هذه راهي لن تمر، باش يحاسبها القانون. احنا مش باش نردوا بالعنف كيفهم، واحنا يتفادينا العنف معناها وصلت معناها حملت في روحي وما رجعناش. طالبين من الوزاره ومن السلطه انه تلقى حلول جذريه، ومستحيل ومستحيل أن نرضى أنه الأمن يدخل للجامعة وبش يوصل معناها بتعلة أنه فما مشاكل وكذا. المشاكل تحلها الإدارة وتحلها الطلبة بينها. الإدارة توكي تضرب بيد من حديد تويكة، واللي عنف يطرد ولا مجال للكلوشارات. تو معناها ما عادش نوصلوا للعنف وما عادش عندنا حتى حاجة لأنه شخص باش يجي يحز من بر. طالب انه عندي ثقه في الاداره وعندي ثقه في الامن انه باش ياخذ لي حقي على خاطر كل شيء موثق وكل شيء موجود. بالحق رانا عمرنا ما دعينا للعنف. الجامعه تتسع للجميع، الجامعه تتسع للجميع، العنف لا مبرر له. بالحق اللي يحب على الحقوق نتاعه راه ياخوها بدون اي عنف، وحق الجامعه تتسع للجميع.